قالوا ناخذ غنائم ناخذ النسوان، قال ابدا ابدا يا علي، ايجوز لنا قتالهم ودماؤهم ولا تجوز لنا اموالهم؟ يعني غنائم ما نقدر ناخذ؟ قال ابدا، من ياخذ امكم؟ شوف العبارات، شوف الطريقه، هاي الاخلاق هي اهم شيء في حياه المؤمن. يعني اذا الامام علي سلام الله عليه يعفو عن اخطر اعدائه حينما ينتصر عليهم، وانت ما عندك عفو، يعني شنو؟ امام علي امامك، لازم تعرف العفو مثل ما هو يعفو. حقيقة انا اطلب من جميع من يسمع كلامي، اذا بقلبك اكو شيء على احد من المؤمنين اعفو عنا. لا طغاة ما دا اتكلم عنهم، ديش مسألة ثانية، يوم القيامة تحاسبون وياهم. لكن مؤمنين، هذا عتبك في اليوم انت زعلت من عنده، ذاك حكي عليك زعلت من عنده، الثالث اكل شوي من مالك زعلت، اعفو. ترى العفو قوة عظمى، جرب العفو شوف ايش قد العفو قوي، ايش قد العفو عظيم. في معركة صفين، معاوية ابن ابي سفيان كان قد اخذ الشريعة، مسيطر على الشريعة. عمرو بن العاص قال هاي مو خش خطة عسكرية، مستشار ماله يعلمه الشيطنة، قال هاي مو خش خطة. قال له ليش؟ قال لو انت اخذت الشريعة تفكر علي سلام الله عليه واصحابه يموتون عطش، يسترجعون الشريعة من عندك فيمنعون الماء منك ومن اصحابك، وبعد ما تقدر تسترجع الشريعة منهم. قال له انت ما عارف علي. معاوية يقول له ان العطش نفع واصحاب علي تفرقوا عن احنا في فايدة، اما اذا هو استرجع الشريعة علي ابن ابي طالب ما يمنع الماء من عندنا. انت ما عارف علي، والله شوف عبارته، لأغلبن بدنياي دين علي. انا ادري هذا علي ابن ابي طالب سلام الله عليه ملتزم بمنظومة من الاخلاقيات ما يتنازل عنها مع عدوه ومع صديقه، ما يحاول يعطش الناس، ما يعطش. الامام علي دز صعصعة ابن صوحان العبدي، هذا العبد الصالح، راح اتكلم ويا معاوية، قال له بابا احنا ما جاينا اصلا نقاتلكم، لو طالعون كلام صعصعة لجماعة معاوية انه اصبروا خلي نشوف انتوا ليش طالعين برا، احنا ليش جايين لكم، خلي نشوف الحق وين، الحقيقة وين. بس الجماعة مو يم الحق ولا يم الحقيقة، يم الدنيا. جعلوا الآخرة مطية الدنيا، الدين مطية الدنيا، مو ان الدنيا مطية الآخرة ويردون يتزودون في هذه الدنيا، جايين يتمتعون. الإمام خطب في قومه في أصحابه، قال رووا السيوف من الماء، رووا السيوف من الدماء ترووا من الماء. مالك الأشتر هجم على الشريعة، استرجع الشريعة، طبعا بعض أصحاب الإمام قتلوا، بعض الجماعة قتلوا، استرجع الشريعة. فأرسل الإمام علي واحد من أصحابه أن قولوا لهم تعالوا وخذوا من الماء. قالوا يا أمير المؤمنين، إحنا ما منعناهم ومنعونا، الآن اللي منعونا ما نمنعهم؟ قال لا أفعل ما يفعل الجاهلون، أنا ما أسويه، أنا مو معاوية، أنا علي سلام الله عليك يا أبا الحسن. أخلاقه ويا أعداء، خلقه ويا العدل. زين، الإمام الحسين في كربلاء كانت عنده فرصة يوم اللي التقى بجيش الحر وكانوا عطشانين وتعبانين أن يدخل فيهم ضرب بالسيوف وينتصر عليهم. فإذا انتصر على الألف الأول انتصر على الألف الثاني على الألف الثالث على الألف الرابع، أبدا. شافهم عطشانين، هم شايلين وياهم مي، نفس الماي اللي إذا ما كانوا مطين لذلك الجيش ألف واحد وللفرس وللأحصنة مالتهم، ربما كان عندهم مي في كربلاء إلى يوم العاشر. قال اسقوهم ورشفوا الخيل ترشيفا، نفس الجماعة اجوا فيما بعد ومنعوا الماء عن الامام الحسين. الامام الحسين يدري راح يمنعون، علي هم يدري سلام الله عليه انه راح يمنعون الماء عن اهل بيته في كربلاء، بس هذا هو الفارق الاساسي بين القادة الربانيين وبين الزعماء الزمنيين اللي يدورون الدنيا، هذا هو الفارق. الغاية تحدد الوسيلة، مو تبرر الوسيلة عندهم.
لا يطاع الله من حيث يحصى. شايف اليوم احنا مبتلين بجماعة انت مختلف وياهم من الناحية العقائدية، مختلف، ما قادر يقنعك يذبحك. يعني النبي كان يذبح كل واحد اللي ما يقتنع بكلامه. في مكة المكرمة النبي ذبح الناس في نظرهم احنا مشركين، زين تعال اهديني، ليش تقطع راسي، ليش تقتل ناس ما تعرفهم. من النقاط الملاحظات الغريبة انه يجي يخلي المتفجرات في مكان ما يدري من اللي راح ينقتل، ما يدري، طفل، مرأة، رجال، ما تعرفه. صاير بالتاريخ واحد يذبح ناس ما يعرفهم، سلو عدوك عندك خدمت ما تدري منه، بس تدري منه شخص. هذا هو الفارق. شمر بن ذي الجوشن مرتين كان يمكن قتله، مرتين الإمام منع، واحد من عندهم اجى مرة يم الخيار قال له أبا عبد الله أضرب بفتاه ما قتله، قال لا 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 تقتل، ما بدأونا بالقتل. النبي كان يقول، الإمام علي كان يقول سلام الله عليهما، الإمام الحسين كان يقول سلام الله عليه، أكره أن أبدأهم بقتال، أنا ما أبدأ القتال، لأن القتال معناه شخص بعده ممكن يهتدي بهدى، يمكن يسمع كلامك، واصبر، ماكو حرب من حروب رسول الله اللي النبي بدأ القتال، ولا حرب ولا غزوة، ولا الإمام علي ولا الإمام الحسين سلام الله عليه يبدأ بقتل الناس بدل ما يهديهم. أكو مرتين صارت عندها الفرصة الإمام، ومرة يوم اللي أجا جايب الأمان للعباس. إحنا نسمع عن العباس سلام الله عليه وما جرى له وما تحمل وما فعل. أولا العباس سلام الله عليه هو نموذج لأخلاق الأنبياء، يعني كل عمل من أعمال مفردة أخلاقية، كل عمل على الإطلاق. جايبيه للأمان، الأمان جايبيه ليوم اللي أكو موت زؤام، يعني على الأقل 30,000 سيف ورمح متعطشة لدماء أهل البيت، محاصرين أهل البيت. أنت لا تقول الآن تسمع، تسمع وإحنا قاعدين هنا، شوف نفسك في وسط الميدان وقطعا راح تقتل. جايبيه لك أمان، ما يريد يجاوب، ما يريد يجاوب إلى أن الإمام قال جاوبه وإن كان كافرا. روح شوف، ده يناديك، روح شوف شو يقول، ما دام ده يقول لك يناديك روح اسمع من عنده. قال جايبي لك الأمان، قال لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن بنت رسول الله؟ لا أمان الله. هذه مو مواساة، أنه أنا أمان، ليش الإمام الحسين ما تعطوه أمان؟ أعطوه أمان، خليه يرجع المكان اللي جاي له. لا بس أنتوا، لا من ريد، بس إحنا من ريد. أبو ذرهم رفض الهدايا اللي جاءت من الخليفة، أصحاب الإمام علي سلام الله عليه فيما بعد رفضوا الهدايا اللي جاءت من معاوية. يردون يلتزمون بالأخلاق، لأن الأخلاق ثمرة الإيمان، نتيجة الإيمان الأخلاق. إذا ماكو أخلاق ماكو إيمان، ادعاء الإيمان، ادعاء الإيمان. زين الإمام الحسين يسقيهم ماي، هم يقطعون المي عن الإمام الحسين سلام الله عليه، الإمام يرفض قتالهم، وذاك يقعد ويخلي السهم في كبد القوس ويرمي اشهدوا عند الأمير أني أول من رمى، يعني يرمي عيال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرمي هؤلاء الصالحين هذه الكوكبة ويفتخر أنه اشهدوا عند الأمير. ليش اشهدوا لك عند الأمير؟ لأن راح يعطيني جائزة، املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت خير الناس أما وأبا. يلا وين جيب الجائزة؟ واي الفرق؟ هذا الفرق دائما موجود بين أناس يريدون أن يربحوا من الناس وأناس يريدون أن يربحوا الناس، ولا يريدون جزاء ولا شكورا.